بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير. بإذن الله تعالى سنتحدث عن برنامج خذ وهات. البرنامج هو مبادرة لمشاركة الطلاب الكتب فيما بينهم، بحيث يحضر الطالب كتاب من المنزل ويستبدله بكتاب أو قصة تربوية من المدرسة. الهدف من البرنامج هو تعزيز حب القراءة لدى الطلاب. ما شاء الله، هذول الطلاب المسؤولين عن برنامج خذ وهات، وهنا الطلاب المستفيدين الآن من البرنامج. شو اسم القصة اللي معك؟ القحطاني، المهمة السرية. ما شاء الله، جاي تبدلها؟ ما شاء الله. هنا قائمة بأسماء الطلاب اللي تم استفادوا من هذا البرنامج، ما شاء الله، ولا زال البرنامج مستمر، والحمد لله.